الأنشطة تتميز بالكثير من الأشياء الجديدة. مجرة العداء أنه الدورة التكوينية تهم الجوانب التحريرية بالخصوص والأجناس الصحفية وطرق العمل الميداني. اليوم بناء على التغييرات التي يعرفها التطور ديال هذا المشهد خصوصا على المستوى الجهوي الإلكتروني، كان من الضروري الانكباب على واحد الشق هو الذي يضمن حياة المقاولة، وهو الشق ديال التدبير المالي والمحاسباتي والتسويقي والتجاري. وكان ينظر إلى هذا العمل التدبيري وكأنه من اختصاص الآخرين. اليوم بناء على المحيط الاقتصادي المأزوم الذي تعرفه الصحافة، أنا أعتقد أنه على مدراء الصحف أن يكونوا متمكنين من أدوات هذا التدبير ليستطيعوا أن يطوروا مقاولتهم. يباشر المجلس الوطني للصحافة برامجه التكوينية اليوم، يتم الاهتمام بجانب آخر من ممارستنا المهنية ويتعلق بتدبير المقاولة الصحفية. ذلك أن المجلس يعتقد أن منظومة التكوين العام التي يقتضيها اليوم العمل الصحفي تشمل بالإضافة إلى الجوانب التحريرية والمهنية والأخلاقية أيضا جانبا يرتبط بالمقاولة الصحفية. ذلك أن العمل المهني الجيد يجب أن يكون وراءه أيضا تدبير مقاولاتي جيد. ضمن هذا المنظور تقام اليوم الدورة الأولى في برنامج هذا التكوين الموضوعاتي الذي سيشمل أيضا باقي جهات المملكة، وسنحاول أن يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الزميلات والزملاء الذين يدبرون اليوم مقاولات صحفية في الجهات وعلى الصعيد الوطني سواء في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية. ونأمل أن يتفاعل المعنيون بالأمر مع هذه المبادرة وأن نساهم جميعا في الارتقاء بالهيكلة العامة وبالتدبير المقاولات العصري للمقاولات الصحفية الوطنية والجهوية. المجال الرقمي لا حدود له، يتغير الثانية بالثانية إن لم يكن أقل. وبالتالي هذه المناسبات اللي كيوفر المجلس الوطني كمؤسسة وطنية يعني موكول لها السهر على الرقي بمهنة الصحافة، لا يسع المرء إلا أن يعني يتمنها وأن يساهم فيها بمقدوره، لأن المقاولة الصحفية فيها مكونات متعددة انطلاقا كما قلنا من جانبها القانوني، من جانبها التنظيمي، من جانبها الاقتصادي. وأن تكون مستقلة، ولأن تكون مستقلة يجب أن ترفع كافة هذه التحديات. عندما أقول مستقلة، مستقلة بنفسها ولا تنتظر مجرد الإعانات أو مساهمات، تكون يعني تغطي نفسها بنفسها، وهذا يفرض عليها أن تواكب ما يدور في محيطها أو كما نقول فيما يتطلبه السوق الإعلامي بالطبع. أو لا، سنبقى في دائرة مفرغة خاضعة لمنطق إعلامي قديم. وما أطلبه هو أن تكون لنا هوية إعلامية رقمية خاصة بالمؤسسات المغربية، وما كنقولش تكون وحدة كاملة في نفس الرؤية، ولكن لكل وحدة هويتها الرقمية التي تميزها على الآخر، سواء زميله في الإعلام الرقمي أو زميله في الإعلام المكتوب أو في الإعلام السمعي البصري. اليوم الهدف من هذه الورشة التكوينية هو يعني إرشاد جمهور الصحفيين والجسم الصحفي بصفة عامة للطرق المثلى والفضلى فيما يتعلق بالتدبير والتسيير القانوني الضريبي والمحاسباتي. الهدف هو تقريب المهنيين قصد الرفع من كفاءة المقاولات الصحفية من جهة، وكذلك يعني تقريب هاد المهنيين الذين ربما هاد المسائل ذات الطابع الضريبي والإداري البحث لا تدخل في صميم اختصاصاتهم من بعض
الإشكاليات المتعلقة بالتدبير والمعيشة اليومي، كما وسوف تكون فرصة لتبيان عدد من النواقص التي تشوب حاليا الإطار العام، بحكم أننا مع كامل الأسف لا نتوفر على إطار عام قطاعي فيما يتعلق بالمحاسبة وبالضريبة. فبالتالي هذه فرصة لأخذ واستقراء آراء الصحفيين حول هذه المسألة في أطوري في يعني أفق، وأعتقد أن هذه سوف تكون إحدى التوصيات التي سوف تخرج عن هذه الورشة في أفق الدعوة ربما والسعي ويعني من أجل يعني وضع إطار قطاعي مثالي بطبيعة الحال للصحفيين، سوف تمكنهم بطبيعة الحال من ترشيد هوامش التسيير من جهة والرفع أيضا من كفاءة التسيير والتدوير من جهة أخرى. المبادرة التي يقوم بها المجلس الوطني للصحافة في الآونة الأخيرة من خلال دورات مكثفة حضوريا وعن بعد في مجموعة من الأقاليم والجهات بالمملكة يؤثر أساتذة أكفاء في مجال الإعلام والتواصل، هي بادرة طيبة في الحقيقة، كنا ننتظرها من منذ مدة. هو اللي كاين خاص تكون هذه الدورات مكثفة في بعض المناطق التي تعتبر فيها إعلام جهوي حاضر بقوة في الشمال في الشرق، ولكن هناك نوع من الحيف بحيث أننا نلاحظ أن الدورات متواجدة بكثرة في محور أزربيجان الدار البيضاء، وآخر دورة دارت في الجهة الشرقية ديالنا كانت عن بعد.